فرحة مرض قلبي وانا خايف الدنيا تعيد قولي احكي ولا اخبي ولا وصف الكل سعيد افلح من الدنيا املي ولا بدر انت حناشة تاني اول مرة اول فرحة يا عم افرق بناحية لا انت مش قلت لك اقف في يمك دي ايه اللي جابك في يمك اللي هنا ها انت غوت ثلاثه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في يمك الثانيه حاضر بدل انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين تروح جاي يمك الثانيه على طول صح قول له ليه يعني بحلق كده اهو انا عارف فين دلوقتي هترمي هنا لا بص شفت بقى انت غبي يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك اهو مش كفايه دول يا لمبي ده مش استرجل يا مش استرجل ايه يعني لما راح لك الصباع ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي انت بتضلك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش الم وكل شويه اقول لك حبولها تقول ما اقدرش الم وبولها برضك هو حسك عينك حنك اصبعك يفتح اوعى انت تفكر في حاجه تانية افلح وملد الدنيا انا ليه الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا ايوه يا لمبي ابوك بيموت معلش يا ابني يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا بس يا ابويا يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليث بيموت يا رجاله يلا في داهيه ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسها كده يتفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني؟ ده بيموت يا بهيم ها؟ امال هنعمله ايه يا معلم؟ اهدى يا ابني الله يسترك اهدى مفيش غير حل واحد ايه هو؟ ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقرله على مكان الكنز والذهب مين بقى؟ اللمبي مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي يبقى يلا بينا يا رجاله يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسة وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بهايم صح يا معلم وسع ابويا بيموت يا لمبي عارف ابويا ابوك بيموت يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا ابوك بيموت يا لمبي انا عارف بيموت يا لمبي لا لا كده وفضايح في قلب المنطقة وابوك مات وابوك ما ماتش وعمل لي دربكة في قلب المنطقة دي كده انبوبة 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 طب خلاص اثبت بس انا عجب قاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت ولا بيه بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اكسجين حاضر اهو متوتر انا اصلي
ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيه. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى؟ لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي؟ لا وقت رأس يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدنك بتموت ولا حاجه، كل دي كلها طلعه في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه، لو في تاخير قول لي عشان ابقى في قرش جاي سبوبه. فاضل ادي ودنا يقول كان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعال يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه فين؟ اسكت يا عم الحاج. ايه يا عم الحاج؟ اسكت انت بتقفل ولا الشارع ولا ايه؟ يا بقى انت كده؟ طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين؟ يا لمبي احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين؟ ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو. يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا؟ ده راجل بكل شويه يطلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا؟ شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهموكم الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعيه. يا لمبي انا مش عايز اذيك. لا فرجنا هتزين ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش لسه اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. امال ايه اللي ياكل؟ تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوه بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمساجده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ الليمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ليك الشوق هوب فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها
اللي مش عاجبه كلام على سن مطوطي هنا والفه تنوره وتفضل ينيلك وينيل موعدك يا لمبي مفرهدني. بسبوسه لمبي هتبوسه بسرعه كده يا ود احنا في الحته يا بنت هتبوسه يا بنت ده خلاصي مجنون ومبوط في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى ده ديانا بيجري ورانا يا بنت يلا اجري بسرعه يا بنت يا بسبوسه. يلا بس بص خرابي طيب خلاص تجري. مش قادره ند شويه يا بنت مش عارفه يعني ايه خلاص بقى انا فرحت انا مش عارفه واحنا مدجيله ايه ايه يا بنت انا بنجري ليه هنكون بنعمل لايت لايت ابويا مات يا بس بص عندك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه عندي هريسه يا لهوي يا لهوي يا لهوي خلاص ايوه خلاص ايه يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده. يا عسله نيله هو احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي انت يانا تعالى يا بنت تعالى يا بنت تعال يا بص بص تعال شكلنا هربنا منهم مفيش حد؟ نعم مفيش حد اكيد ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه ان شاء الله اهو ابويا يا لهوي هم عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا يا بنت خدي خايفه خايفه من ايه ده رجل ابويا وبعدين هو عامل لي علامه ها يقول لي فين اتجاه الكنز ماشي انا اروح اعرف ايه هتعمل ايه يا لمبي بص هعديك بالدماغ خلاص خش ايه بتبوسه خش خايفه خش خش ايه ده يا بنت استنى يعني هعرقد بوافره استنى شويه اهو ده انا بص هحمك بميه الدهب وانشفك بالحرير في حرير وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني والله ايه في حاجه بتشيل الخلي خايفه يفرقع يا بنت فرقع ايه ده ايه ايه دي ايه يا بنت في حاجه جوه بتشيخ ايه ده مد ايدك كده ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده اقرا ايه ده؟ ايه ده انت؟ انت بتستعي عليا ما انت عارف اني ما اعرفش ده عشان انا بوريك الثقافه طب انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هتعرف ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريق دي؟ هتعرف مكان طريق طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنز ولا كنز. لا في كنز ولا كنز؟ اه والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه وبعدين ادينا ورا باب الكداب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح. وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت لو النعمه حنوت اوعي حنوت انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي عسل يا نيل بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ اه خلاص هو يجيب لنا اتنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لافحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك ماشي ده ما فيش اكتر من رجاله عند ابويا
ومالك يا بنت اللي كده يا عم بعينك مفجئه؟ عشان رجاله. رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني يا انت عسل يا نيله؟ البنت المصر عايزه ارقش بقك ده الوقت كده. سيد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايز احذف في المنور بس عشان زادت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. انت صوتك. طب جيبي بصه في الحاجب ولا في الارض. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله و... ايه اللي حصل؟ اقطع دراع من عند بقي. اما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد. انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الجلابه من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس يا بنت. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده انا زعلان قوي. ايوه كمان واحده يلا. واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس في المنطقه. ايوه زغرتي بقى. بنطفك يا بنت المصحف. احنا رايحين نتفن ابوك. انا نقول حي يبقى من ميت يعني ايه اللي حصل؟ احنا هنرمي في الحفره ونيجي. عم الله يا نهار اسود. والنبي يا ريت المراحيض يخلوا بالهم من المرحوم. يا دي الليله الزرقاء. انا مش عارف الحقيقه هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. صوتي ايه؟ انت عارفه ده بسبوسه؟ انت عارفه لو احنا ناخد لنا مدفن؟ ها؟ لما ناخد لو خدنا مدفن فلو انا لو انت خدنا مدفن هنا ها؟ يلا امشي امشي عدل بقى امشي عدل بقى امشي عدل بقى. ده انت رخم قوي انت واللي جايبينك. يا ريت ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعالى تعالى من هنا من هنا. على مهلك على مهلك. اطلع اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم. انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق. اطلع. عذبه جامد عشان خاطر ما قالش كان كنز فين. يا رب ده ما عرفش الكنز. ايه يا ست الكل؟ مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا؟ ما تصبر يا اخويا. انت وهو مستربعين على ايه؟ الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم. بس ده طول قوي. كل ده بيقرا الفاتحه. طب استنوا هنا. يا رب تتعذب لو ما طلع الكنز مكانه مش يا لم. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت في ايه؟ انا فزعتني ان قلت في جثه قفشتني تحت. يقطعني. عايزك تراضي رجاله بس كده. عينيا شكلين رجاله قوي. قال شكلين قوي شكلين قوي. خلاص كده مرضيين هم؟ مرضيين ايه يا لمبي؟ اديهم فلوسهم. الله فلوسهم. انا مش فاهم اتنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس؟ يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ انتوا جايين هنا ليه اصلا؟ جايين عشان نتحاسب. تتحاسبوا؟ طب وانا منعكم بحاجه ما تنزلوا التربه ينزلوا تحاسبوا. جاي ايه يا لمبي؟ ما تديهم اجر دفن ابوك. طب يا جماعه انت بتتجنن كده ليه؟ عشان تبع ابوك ولا ايه؟ ما تديهم فلوسهم. هديهم نيله فلوسهم خلاص. الله حاضر. معاك فكت معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ اه انا معايا فكت 10 جنيه. 10 جنيه على بعضتها. وريني كده. هات ال 10 جنيه. وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5 جنيه. 5 جنيه بقى انت دافع 10 وهو 10 ماشي؟ استنى نحط ايدينا. ده احنا ما لين بياكل حق حد. ده هي خلاص يعني؟ عبيط انا؟ اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي؟ بس لما ماشي يا عم. انا خد يا عم ده 5 كمان اهو كده. مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. يا الفل. ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه. كملوا بقيه حساب انتوا. يلا الف سلامه. ميتين من الاخرج هنا هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو. لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده. اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعوده عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا بسبوسه.
مش كلها ما انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت اللي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بكلم نفسي بقى انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضله كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه. هنعمل ايه في القدس؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت بين نفسك واحسن بدار ايدك اتصل لك في سنانك. راشي سخن ودمه فايش. لما الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيب بوسه بقى. بس يا لمبي في ما يجير. يا بنت تجيب بوسه في القبور دي كده. يا لمبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي. تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. عارف. بس خلي بالك وانت نازله. تعالى بس انت اللي خلي بالك. انت ايه يا لمبي بالراحه؟ ما تخبي ما تنزل بقى هنزلي. هتنزل؟ ايوه يا بنت نازله. طبعا انت واخده على الحكايه دي ابوك السفير الاموات. يا بنت بالراحه انت محسنين داخله بيتكم. بسرعه شويه يا لم. الله تصدق يا لمبي تربه ابوك شرحه. اه صدق فعلا شرحه. اخد لك سكن جديد يا بنت ده مدفن. مدايم اللواجوه. ايه انت جاي تتفني ولا ايه؟ جاي يا لمبي انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. لا لو خايف تقولي من دلوقتي مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجه. ده انا اذبحك انا واتفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ امال ايه الحمله ده؟ انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجه احنا بنجري من ايه؟ يه ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. اه. ايه؟ طب بص عشان خاطر لنا يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجه على بعضنا صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده وفي عيال وفي خلفة فلازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. يه يلا خش يا لمبي اللي خايف ومش خايف. نصيبة دي يلا تعالى. دي ايه اللي انت دي؟ الله شفت عامل ايه؟ اه ابويا رافع رجلين ناحيه الكنز. كنز؟ هنا بالحته دي. بس احنا احنا كده يا قصب ازاي؟ جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش في امال وبدماغي بقى. شديد؟ ايه رايك بقى؟ شديد؟ حلو دي؟ تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا خش. خش فين؟ اه هو ضلمه ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لمبي؟ انت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو واضح ان احنا حاسين تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا يا بس بوسه. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز. يلا بسرعه جايين. اه مفتاح الكنز. عن اغنائك المصحف ده مش هستغنى عنك فطول حياتك. دخل في القار بتاع قشطه. دخل يا بنت في القار بتاع الحقني يا لمبي. يا حبيبتي بس يا لمبي. الحقني يا لمبي. هذا ايه ده؟ ده هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء؟ يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا
والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سنسر، افتح يا سنسر، افتح يا سنسر، سنسر ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا، والا قتلتك. ده بالنسبه له فن هنا اكيد فجر الاسلام. فجر الاسلام بتصوروا فجر الاسلام؟ النبي عم النجم. عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، وانا بقول لك انا عايز اتصور معاك، بقول لك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم؟ انت واخده مفروش. كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ اللي من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج، أنت اندمجت في الدرعة وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ فين مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين. أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ النهار اسود ده كان معاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا. الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين الـ فين الـ فين الكاميرات اللي هنا؟ فين؟ فين؟ فين الكاميرا؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! لا بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج! وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج! خلي بالك اللي حصل ده. بص اوعى 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 يا اسطى الارض يا اسطى! اقعد اركع يا ابني بقى، وانت عجبالك كده وروح مزوقك وروح مع بعضك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنا يلا خلاص، لقد عفيت عينك. عفيت عيني؟ لقد عفنيت عينك. عينك أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى؟ فين؟ خذ يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين الليرش ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم. ولا بدا انت هذا بدا يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. مع السلامه عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقول لك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعرب يعني؟ نعم. لقد سمعتك تهلفظ بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ أنا لا أفهم شيئا، سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. فعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر، وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثة أشهر؟ ليه والجمل ده كان سيسي؟ سيسي؟ لا أفهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال؟ يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل دي حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحك ثاني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير.
وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا هنا جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. ايه ده نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، لا لا اعمل حاجة معايا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجة. ابو غلات ست امي. إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمي، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكسائك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزاد اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. السلام عليكم. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطه ميه، انا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه؟ يعني بواريك وقصص وكده ولا إيه؟ لعمة ما بتردش عليها ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم انت بتعرفوا على ايه؟ عمال يا هفلط باي كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟
أشعر لنا. أشعر ده نشعر وبدل أفضل أشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد أن سمعتموني أيها السادة، الآن ستسمعون لهذا الرجل. أنت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللمبي. مرة أخرى؟ اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقت لنا. سمعونا سقفة من حبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص ده شفت بقى؟ سيدي الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من اين اتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فده روح كاتب المشعره. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل هونيك شعر المسلزيك؟ عذرا اوعى تقول لي نسيت اسمي، هبص على فرتكتك وشك. لا قد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر اكتبه، البسه عندما اكتب الشعر ولا ايه؟ اذا يا قوم يا قوم، انني اعلن لكم ان الفائز بجائزه الشعر، معذره الاسم مره اخرى، فان اللمبي، ولو نسيته انا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار، ده انا ده الدينار الكويتي ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، يوجد هنا مصرف صرافة. وما هي الصرافة؟ هو الشنش، الشنش شنش العملات، مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. مرحة 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 مرحة. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العليلي ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم؟ ستوب موشن شوية. أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيالهم؟ ولكنك اذا لعبتني ها انا همرمم بك الارض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. ها المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج ايه ده؟ ده احمد مرعي ده ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه يا عم. بارزك حتى كمان بالسلحليك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا ده؟ هتشوفني دلوقتي المخرج؟ هتشوفني؟
خذ هذا. هذا ماشي. قضيت على نفسك أيها المسكين. أبو قولوا لي الخيمة بتاعت المخرج فين؟ يلا هو يلا. لهجتك غريبة ولكني صعقت لك. وعملوا خدعة. شوف بص بقى، شفت بس العقاد الميزة بيبقى انتاج مكلف. شركة فرنسوية هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامة. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك ايه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. ايه فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأعلام وتزهد الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا.